ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. هذه الأجواء الرائعة، المشاهد الغير عادية نشاهدها أمامنا في ملعب دراغاو، واحد من أبرز الملاعب الأوروبية. تكون هذه فرصتهم، يمر يلعب كرة بينية، ينجح في لعب كرة عرضية. البريك، محمد كنو، البريك يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. الكرة ملعوبة من مسافة، فرصة خطيرة، نقطة واضحة بصراحة. القرار عند الحكم، الحكم يحتسب ركلة حرة على حافة المنطقة بدلا من داخلها، بطاقة صفراء مستحقة. شاهد اليوم بالفعل هدف جميل هذا اليوم، هدف ولا أروع. توضح هذه اللعبة مدى مراعته. تقدموا في وقت مبكر للغاية من هذه المباراة. كرة إلى الأمام، هذه فرصة خطيرة، سننتظر لمسة بينية. شهراني، وترجع الكرة إلى الحارس، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كاريو، محمد كنو، مرت الكرة بشكل جميل، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعب، يلعب كرة، يا إلهي، هدف. إيش من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. هذه قيمة إمكانية دائما تميز في الكرات الثابتة. ضربة راسية رائعة. النتيجة تسديدة في اتجاه المرمى، شهراني، إما
إمكانية مرتدة الآن، يلعب كرة بينية. البليهي يبحث عن المهاجم، حجازي البيشي يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعبها إلى منطقة الجزاء. فرصة أخرى، يبعد الكرة إلى بر الأمان. شهراني يحاول أن يلعب كرة بينية. ماريجا يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ضغط قوي وينجح استعادتها. فهد المولد، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا له من ردة فعل جميلة جدا، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. الفرج البريك كاريو، محمد كنو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. يمر يلعب كرة بينية، معه الكرة ولديه المسك، كرة رأسية خطيرة، المستمر. البريك وتخرج الكرة إلى رمية جانبية، يحول الكرة إلى الجانب الآخر. حجازي، وانتهى الشوط الأول. تستأنف المباراة بقرار الحكم. البريك محمد كنو كاريو، محمد كنو يلعب كرة بينية قوية من سالم الدوسري، يا له من تصدي من حارس المرمى، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. ركنية قصيرة، كاريو، زياد الصحفي، وتشتيت ناجح الكرة، لمسة سلمان الفرج، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس.
وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. حجازي، زياد الصحفي، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. انطلاقة من جهة اليمين، يحاول تمريرها من بين المدافعين. فهد المؤلف، كرة بعيدة عن المرمى، كانت تحت رقابة كبيرة جدا، عمل دفاعي رائع في مباراة اليوم. ماريغا، كرة على الجانب، يلعب كرة داخل، رأسية مذهلة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. حجازي، يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب. البيشي، أفقد الخصم التركيز التوازن، يلعب كرة عرضية داخل 18. الدوسري، يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى، لمسة بينية وصلت إليه، يلعبها ببراءة، يلعب كرة طولية. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، كرة من جهة اليمين، تمريرة قوية أكثر من اللازم، ركلة مرمى. سالم الدوسري، يحاول تمريرها من بين المدافعين. موقف صعب الآن، والكرة تجاوزت الخط هنا. يحاول أن يلعب كرة بينية، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يمر ويلعب كرة بينية، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يا إلهي، هدف للزعيم لمصلحة الهلال. الكرة توضع في أفضل مكان، عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. فهد المولد، المولد، اندفاع غير عادي من جهة اليسار. البيشي، يلعب كرة بينية، يلعب كرة، هذه براءة كبيرة منه أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. تدخل جميل واعتراض أجمل. فهد المولد، كاريو، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، حكم المباراة يخرج الإنذار. يتدخل ويقطع الكرة، وأجمل بينية. البريك،
خسر المواجهة أمام خصمه. البليهي يلعبها إلى الحارس، كرة طولية من الحارس. شهراني يتواصل اللاعب برمية تماس. يمر يلعب كرة بينية. ماريجا يلعب الكرة، تلعب الكرة إلى الأمام. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. هذه من المباريات اللي اسمح للقول فيها شوية حظ، فريق اللي تمكن من تحقيق الفوز كان محظوظا أكثر.